أيها الحفل الكريم، انطلق الشوط الثاني للبكار والثالث في المجموع. أولا نشكر الزميل محمد بن بريك المري على إذاعته الجيدة، وبسم الله وعلى بركة الله انطلق الشوط الثاني للبكار وننتقل إلى المركز الأول. في المركز الأول الظبي ملك سعيد بن ستة، المركز الذيبة ملك حمد محمد الصعاق، وفي المركز الثاني الكيليلية ملك إبراهيم بن فرج الفضالة، وفي المركز الثالث هيبة لعبد الله بن سعيد بن ناصر المهندي، وفي المركز الرابع هنا في المركز الرابع الشمالية يوسف بن محمد المسند، وفي المركز الخامس أفراح ملك آدم بن حامد حسن. وخلونا مع المقدمة، خلونا مع الصدارة. هنا في الصدارة وتغيرت الأمور، هنا الشمالية ليوسف بن محمد المسند، ولكن في المركز الثانية هنا أفراح آدم حامد حسن، وفي المركز الثالث الظبي سالم بن راشد المري. يا سلام، شوف الدخول هنا، الدخول من الدلعية لمحمد بن طالب بن هليل، وفي المركز الرابع أفراح آدم حامد حسن، وفي المركز ولكن هنا الشمالية لي يوسف بن محمد المسند، ولكن هنا في المركز الثاني واختلط الحابل بالنابل. يا سلام، في المركز الثاني الظبي سالم بن راشد المري، والله يا سلام يا سلام، من في المركز الأول؟ وهنا الشمالية ليوسف محمد المسند، وفي المركز الثاني الظبي لسالم بن راشد المري، وفي المركز الثالث مهمة لبخيت بن عويضة المري، في المركز الرابع الدرعية لمحمد بن طالب بن هليل. تهانينا والناموس كل الفائزين، وتعود الكلمة إلى محمد